أنت إذا دخلت الآن والإمام والمؤذن يؤذن، هنا تزاحم الوقت بأمرين، تزاحم الوقت بأمرين، وهو حديث النبي إذا أحدكم المسجد فليركع ركعتين ثم ليجلس. دخلت والإمام يؤذن، أهل العلم أخذوا فيها وجهان، قالوا الترداد مع الأذان مستحب وهو سنة تضيع، فهنا لا مانع لو أنك أنت رددت مع المؤذن ما دمت واقفا، ما إيش لم تجلس، وهي سنة يفوت وقتها. القول الثاني قالوا إذا دخلت مباشرة صلي ولو كان الإمام إيش ولو كان المؤذن يؤذن ولو كان المؤذن يؤذن فلا حرج. على هذين القولين أهل العلم يقولون في ذلك. الذي هو أحب إلي، لا حنضيع الوقت كده، أكتبوا الأسئلة. الذي هو أحب إلي إذا دخلت المسجد والإذان يؤذن أن تصلي، لكن من أخذ بالقول الثاني فلا حرج، قال به من مشايخنا. نعم.